ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم محمود حمدي من قناة محمود بوكس. النهارده يا شباب هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. الناس اللي بتحب تسافر يا شباب بره خالص، العنوان: اذا كنت تريد الدخول الى اوروبا فعليك بطلب الفيزا الايسلندية. تمام يا شباب، ليه بقى؟ انت لو قدمت في اي دولة هتاخد الفيزا بتاعتها هتترفض. كمثال بسيط، فرنسا في 2017 يا شباب اتعملوا طلب تأشيرات 3,668,000. تمام يا شباب، اتقبلوا منهم كام؟ 502,000 اتقبلوا. فرنسا رفضت أغلبية الطلبات. يعني انت مثلا شفت كم العدد اللي مقدم ورفضت الطلبات دي كلها، رفضت التأشيرة يا شباب. حتى بقى معاك فلوس ولا مش معاك فلوس، هم رفضوا. طبعا الكلام ده على قواعد وحاجات صعبه، مصعبين الاجراءات بالبلد اهو يا شباب. نيجي للناحيه الثانيه، ايسلندا دي رفضت كام بقى طلب؟ اتقدمنا طلبات كتيره، بترفض بتاع 37 طلب، 74 طلب. ومن الطلبات اللي مش مستوفيه الشروط يا شباب، انت مش مكمل طلبك او انت مش مؤهل للسفر، يعني بتقبل كل الطلبات. في 2018 ايسلندا رفضت بالظبط بيقول لك 65، يعني 65 طلب من كل الطلبات اللي اتقدمت ليها. انت عشان عايز تسافر تطلع من اوروبا لازم الفيزا ايسلنديه، لازم وده مهمه جدا. الناس اللي ايه تقول لك انا هسافر كندا، هسافر كذا وناسين ايسلندا نهائي. يعني حدش تعمل لك العرب بالذات، انا بتكلم على العرب بالذات، يعني ناسين ايسلندا، مش حاطينها في الحسبان ان هي اصلا فيزتها سهله، تاشيرتها سهله، اي حاجه فيها سهله هناك. انتوا يا شباب بتفكروا غلط. الاشخاص الملزمون بدخول ايسلندا هم ايه بقى؟ يعني ايسلندا عايزه الاشخاص ايه بقى؟ لو انت هتروح تتعالج هناك، لو انت عندك مؤتمر هتحضر هناك، لو انت هتزور الاهل والاقارب، لو انت هتزور واحد صاحبك هناك، ده كله متاح ليك، ده الزام. غير عن كده مش هينفع تطلب الفيزا الايسلنديه او التاشير. لو انت عندك يعني مثلا عندك مؤتمر، عندك اي حاجه هناك، ده تقدر تروح. الوثائق المطلوبه: اول حاجه من الاستماره السفر بتاعتك، البيانات كلها صحيحه. تاني حاجه صورتين بنفس صورة الجواز، يعني اتنين صورة حديثة ليك بنفس صورة الجواز اللي انت هتقدم بيه. تالت حاجة اثبات حالة، انت لو انت متجوز هتبقى هتضيف الاطفال وهتضيف شهادة ميلاد والكلام ده. رابع حاجة يا شباب ده اثبات حالتك المادية، يعني اقل حاجة تبقى انت شوف عشان يكون مدى انفاقك. هتروح هناك هتشحت هناك، يعني لازم تروح هناك هتصرف هناك، اثبات اي حاجة على الاقل خالص 1,000 يورو و1,000 دولار. تمام، هتقول لي انا ما معيش المبلغ ده، يعني بالميت خالص ممكن تعمل ده اللي الناس كتير اللي شغالين عليها دلوقتي بيعملوا، من اللي يروحوا البنك ويقولوا انا عايز اخر معاملات من البنك بتاعي، ممكن واحد يحولهم لك اخر 6 شهور او اخر 3 شهور من معاملاتك البنكيه. ده مهم جدا يا شباب، عشان ده طب دلوقتي هتقدم على فيزا، ما انت عشان كده ما تترفضش. بس اغلب اللي بيقدم على الفيزا الايسلنديه بيتقبل لان الطلبات سهله والطلبات كلها متاحه، ممكن حد يقدر يعملها، مش زي فرنسا او مش زي بقيه الدول الثانيه يا شباب. في نهايه الفيديو كله انا بشجع فكره السفر للدول الاوروبيه، بتكسب يعني انت بتكسب ثقافات، يعني ثقافات كتير قوي حول العالم، بتحاول تفهم الناس حتى لما تشوف انت ثقافتك غير ده، في ثقافه تانية شفتها، تحاول تتعلم حاجات جديده. فانا يعني انا كطبيعه بشجع الناس كلها على السفر. فانت عشان تدخل اوروبا لازم اول حاجه تعملها هي ايسلندا، تسافر لايسلندا. محدش ينسى يا شباب يشترك في القناه. تمام، كان معكم محمود حمدي من قناه محمود بوكس. السلام عليكم.